المجتمع المدني. أستاذ عارف دليلة، أسألك نفس السؤال الذي أنهى به الأستاذ أحمد حاج علي كلامه. المشكلة لديهم مع من يتحاورون الآن، هم أعلنوا عن حوار وطني ولكن هناك مشكلة مع من يتحاورون. هل تعتقد أن ما يجري في سوريا له ممثلون تستطيع الحكومة والسلطة السورية التحاور معها وتهدئة الشارع؟ هذا السؤال يجب أن نوجهه إلى السلطة. مع من يتحاورون فعلا؟ مع من يتحاورون؟ نحن نتساءل مع من يتحاورون. إذا كانوا خلال عدة عقود لم يسمحوا لأحد أن يفتح فمه، لم يسمحوا لأحد أن يبدي رأيه، لم يسمحوا لأحد أن يكتب في جريدة، أن يقول كلمة في تلفزيون، رغم أنها وسائل إعلام ممولة من جيبنا، من جيب المواطنين وليست من جيب المسؤولين. رغم ان الوطن وطن الجميع، رغم انهم ان كل مواطن يتساوى في الحقوق والواجبات مع اي وزير او مسؤول، فمع من يتحاورون؟ هذا السؤال يجب ان يوجه للسلطه. هل تركت احدا يعترف بوطنيته وبشرعيته وبقانونه وبمواطنيته حتى تتحاور معه؟ كيف هل تتحاور مع المساجين؟ هل تتحاور مع المشردين؟ هل تتحاور مع الممنوعين من السفر؟ نعم. هل تتحاور مع الذين يتحاكمون الآن بعد أن قبض عليهم لعدة أيام أو لشهور أو لسنين وأخرجوا من السجن دون جريمة وإنما بتبلي كما يقال؟ هل تتحاور معهم؟ إذا السلطة يجب أن تجيب على هذا السؤال. طيب أسألك نفس السؤال سيد عارف دليلة بصيغة أخرى، ربما هناك إجابة عليه. مع من يجب أن تتحاور السلطة؟ لا نتكلم مع من ترغب أن تحاور، مع من يجب أن تحاور برأيك؟ مع من يجب أن تتحاور السلطة؟ مع كل إنسان كان له رأي مختلف مع السلطة أيا كان موقعه أيا كان رأيه، هذا هو من يجب أن تبحث السلطة. السلطة يجب أن تبحث عنه لتتحاور معه، وليس أجهزة الأمن هي التي تختار من كل الأحياء من كل المدن أناسا وترسلهم إلى التحاور، أو أن السلطة تختارهم وترسل. وكما سمعنا أكثر من مرة ناطقين رسميين يقولون إن كل المعارضة في سوريا موجودة داخل الحزب الحاكم، لا يوجد معارضة خارج الحزب الحاكم، لا يوجد معارضة خارج السلطة، لا نعترف بأحد. مع من يتحاورون؟ يغلقون على انفسهم باب الحمام ويتحاورون مع انفسهم داخل الحمام، هذا مساله عجيبه. طب اذا هناك نعم الان هناك مدن جميع نعم هناك مدن فرصه انفراج سياسي لكي تتبلور القوه الحقيقيه في البلد، اصحاب الراي المختلف، الراي الحر، ان هؤلاء هم الذين يمثلون الراي العام وليس من تختارهم السلطة. ورأينا على مدى عدة عقود من كانت تختار السلطة لاحتلال المراكز، لعضوية مجلس الشعب، للوزارة، للمحافظين، إلى آخره. كيف يخرجون بعد ذلك متهمين؟ يخرجون أحيانا إلى السجون. طيب سيد عارف، فقط سؤال أخير، إذا كان من طالب بفك الحصار عن درعا جزئيا وإدخال بعض المواد الغذائية وعلى رأسها حليب الأطفال قد خون، بالتالي ما هي إمكانية أن تجد الحكومة أحدا تتحاور معه؟ بالأمس كنت أتحدث أنه لا يمكن القبول بفضائيات واجهزة التلفزيون وجرائد إلى آخره تتحدث عن طرف واحد فقط بلسان واحد، أشخاص يقرؤون صفحات مكتوبة لهم يخونون الآخرين إلى آخره. يجب أن نبدأ من الاعتراف ببعضنا البعض، من الاعتراف بالآخر، من إعطائه حقوقه كاملة كما هو مواطن كامل الحقوق وعليه كامل المسؤوليات أيضا تجاه وطنه. بعد ذلك يمكن لمختلف الأطراف كما في كل دول العالم المحترمة المتقدمة الديمقراطية أن يجلس أناس لهم آراء مختلفة في الشأن العام، يجلسون على طاولة وكل يقول رأيه. طبعا
الحالة الأمثل هي أن يعرض كل برنامجه على الشعب وأن تحصل انتخابات حرة، الشعب يختار من يتحدث باسمه ومن يمثله، ويرتقي هؤلاء الممثلون إلى السلطات العليا، ومن هناك أشكرك جزيلا، أستاذ عارف دليلة، أستاذ الاجتماع السياسي.